أسماء عملت، أسماء كانت متواجدة في بطولة العلاف، الأستاذ صديق لبان الذي يعد بالجندي المجهول من خلال دعمه، من خلال وقفته، من خلال عمله. في البداية أستاذ صديق أمس عليك، أرحب بك. يعني الكثير يتحدث على أن بطولة العلاف أو الأستاذ أسعد العلاف أحدث نقلة نوعية من خلال تنظيمه لهذه البطولة. البطولة هذه تميزت عن باقي البطولات من خلال الدعم المتميز، الدعم المستمر من قبلكم. أنت شخصيا كصديق لبان، دعمك لهذه البطولة، تواجدك في هذه البطولة، إيش أثر فيك وإيش أضاف لك شخصيا؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. والله البطولة تحمل اسم غالي علي صراحة، هو اسم عمي الكابتن سعيد لبان رحمه الله، والأخ أسعد العلاق ما قصر. بطولة جميلة وتجمع جميل وفرق أجمل بصراحة. جميل جدا. صديق أنت شخصيا كيف شفت الفرق في هذه البطولة، الأمور المصاحبة لهذه البطولة، مميزات هذه البطولة، دعم هذه البطولة، جماهير هذه البطولة؟ والله حاجة جميلة جدا صراحة، فرق قوية، يعني مكافآت، هدايا بعد كل مباراة صراحة، الثلاثة تحلاف ما قصر يعني. جميل، شاكر لك تحت الفرصة أستاذ صديق. أنتقل سريعا إلى الكابتن هاني بغلف رئيس. صراحة بضيف حاجة يعني في الخيمة هذه، طبعا نشكر أول شيء الأستاذ شاكر العبد على الاستضافة، نشكر قناة خالد بازيدان، وانا قبل كده صرحت وقلت استاذ اسعد العلاف اني ما حد عمل بطوله في مكه الا بطوله العلاف ان شاء الله. جميل، يستاهل اسعد صراحه. جميل جدا. انتقل سريعا في هذه اللحظات الى الكابتن هاني بغلف رئيس ومدرب فريق بغلف، الفريق اللي شارك في هذه البطوله كان يطمح الى ان يصل الى المباراه الختاميه، لكن خانته الظروف وخانته التوقعات. في البدايه استاذ هاني ارحب بك، أمسي عليك، شاكر لك إساحة الفرصة. تحدث عن مشوار فريقك في هذه البطولة، تحدث عن هذه البطولة، تحدث عن مميزات هذه الدورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء أشكر أخويا وولد حارتي شاكر على الاستضافة. ثاني شيء أشكر الأخ أسعد على حقيقة الشيء اللي اليوم سويتوه أنتوا، هذا يضاف للبطولة. يعني أنا أعتقد أنه هذا أول مجلس يصير في دوري، وهذا الشيء يضاف للبطولة. وأشكر قناة خالد بازيدان على التغطية، وأشكر اللجان اللي ساعدت على نجاح الدورة، وأشكر الأخ صديق والأخ سامي على دعم أسعد ماديا ومعنويا. والحقيقة بالنسبة لفريقي، أنا كنت في مجموعة كان معايا الأخوان من فريق الطموح والأساطير والأسرة. المباراة الأولى زي ما تكلم أستاذ عبد العزيز نقابلنا وانهزمنا، المباراة الثانية فزت على الأسرة، والمباراة الثالثة فزت وتعادلت في النقاط أنا مع الطموح والأسرة، بس خرجت بفارق الأهداف، وقدر الله ما شاء فعل. جميل جدا، بإذن الله نشاهد فريق بغلف في بطولات قادمة يقارع ويصل إلى المباراة الختامية. كلمتك الأخيرة السادي. بإذن الله، بس أنا أحب من هذا المكان أبارك لفريق الطموح جهاز فني وإداري على الوصول للمباراة النهائية، ونفس الشيء لفريق الخالدية، وأتمنى إن شاء الله أنهم يمتعونا في المباراة النهائية، وشيء يعكس يعني كرة مكة إن شاء الله، وأتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق. أهم شيء إنه تورونا مباراة حلوة بإذن الله، يعطيكم العافية. اللجنة المنظمة تشكر هاني بغلف على البادرة الجميلة. الله يعطيك العافية. أنتقل سريعا الآن في هذه اللحظات إلى الأستاذ حسين لبان الحاضر من العروس من جدة، والمتواجد في هذا المجلس، واللي كان حاضر أيضا في لقاءات دور الأربعة. في البداية أستاذ حسين أمسي عليك، شاكر لك تواجدك، شاكر لك إتاحة الفرصة. الكثير يتحدث عن بادرة مسمى هذه البطولة، البطولة اللي حملت اسم فقيد الرياض السعودية الكابتن سعيد لبان. أنت كيف شايف فكرة هذه البطولة وفكرة مسمى البطولة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أول شيء حابب نشكر الأستاذ شاكر العبدلي على الاستضافة، وعلى والأخ أسعد الأف على البطولة. وكانت هي فكرة طيبة إنه مسمى البطولة باسم أمي رحمة الله عليه سيد لبان. نتمنى لهم التوفيق ونجاح البطولة إن شاء الله. بإذن الله. تحدث يعني الحديث عن الكابتن سعيد لبان رحمة الله عليه يطول. أقف معك في نقطة، اذكر لنا يعني مباراة جميلة تذكرها، مباراة فرز فيها الكابتن سعيد لبان إن حضرت. والله يعني أنا ما أفتكر لهم مباريات كثيرة، لأنه يعني كانت نهاياتهم على أولاد، يعني كنت صغير في السن ما قبل مباريات كثيرة، لكن ما شاء الله يعني اللي أعرف إنه خدموا البطولة، خدموا نادي الوحدة هو والوالد، يعني لهم باع طويل في الكورة ما شاء الله. جميل جدا. أستاذ حسين، ما هو سبب غيابك عن حضور البطولة؟ ولما؟ السلام عليكم. ولم تتواجد غير بدور نصف النهائي، ما هو سبب غيابك عن هذه البطولة ولم تتواجد غير في الدور نصف النهائي؟ والله ظروف عملي في جدة، وكان في أخوي صديق وابن عمي سهل، وما قصروا كانوا حضرين عن ضغط المباراة الأخيرة، وإن شاء الله الجمعة نكون حاضرين في المباراة، ونتمنى التوفيق للفريقين القادية والطموح. جميل جدا، شكرا لك أستاذ حسين، شكرا لك تحت الفرصة، يعطيك ألف عافية. شكرا لك وشكرا لتغطيتكم المميزة للبطولة.